شاشة برنامج الترند عشان نعرف من خلالك أبرز الأرقام والصور اللي تتكلم عليها بخصوص ماتش الأهلي والمصري. تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي طبعا لكل متابعي قناة النادي الأهلي. اتفضل بقى اعرض ما عندك، لأن أنا عارف أنت عندك تفاصيل كتيرة النهاردة في موضوع التكتيك والحالات والتحركات لبعض اللاعبين. بالظبط، واحنا عندنا حالات كتير النهارده وتفاصيل فنيه كتير ممكن نتكلم عليها. يمكن نبدا بحاجه فنيه كده كنت حابب اتكلم عليها في البدايه، هي الابجريد اللي حصل في الخط الامامي للنادي الاهلي في فكره المراوغه. كنا زمان او من سنتين فاتوا احنا كنا بنعاني من فكره اللاعب اللي بيروح على المدافع ويرقصه، اللاعب الجريء الشجاع اللي بيروح على المدافع ويرقصه. خلي بالك من التفصيله اللي انا بقولها دي، لان في احيان كتير بيبقى حد او لاعب عنده القدره انه يرقص بس ما عندوش الشجاعه الكافيه انه يروح يرقص. لا، هي الحاجه دي بقت موجوده بفضل طبعا رضا سليم، بفضل امام عاشور، بفضل بيرسي تاو، ففي تنوع من اللعيبه، وبخلاف طبعا اللعيبه اللي غايبه عن الماتش، لكن انا بتكلم بالتحديد على ماتش المصري واللي كان نقطه تحول في اللقاء النهار امبارح، بحيث ان الماتش في بدايه الشوط الاول وحتى اخر الشوط الاول الماتش كان معقرب بلغه الكوره بعض الشيء، ما كناش عارفين نخترق فرقه المصري وما كناش عارفين نروح، ولكن مع تكرار المحاولات وتكرار محاوله المراوغه من لاعبي النادي الاهلي شفنا بعض الحاجات الفنيه. يمكن اللي فتح الماتش اكتر يا محمد هي فكره الفاولات اللي كان لاعب الاهلي بياخدها. هو كان دايما لاعب الاهلي بيروحوا يراوغوا خط ظهر المنافس فيكسبوا فاولات فيكسبوا انذارات. يعني مثلا رضا سليم وامام عاشور كل واحد فيهم اتعرقل 4 مرات، كسبوا 8 فاولات، كانوا سبب في انذارين وطرد طبعا لباهر المحمدي. يمكن معانا الحالات عشان في بعض الحاجات الفنيه اللي هتكلم فيها، فكره الشجاعه وفكره يلا مع بعض. ماذا بعد المراوغه، ايه اللي هيحصل. يا ريت نعرض الحالات عشان نتكلم عليها. اول حاله معانا ايه؟ دي اول حاله معانا. شوف هنا رضا سليم كان رايح واحد على واحد، رايح للمدافع عشان يرقصه، ولكن عايزك تركز ماذا بعد لو تخطى اللاعب رقم 35 في المصري، كان هيروح في مساحه كبيره جدا قريبه من المرمى، كان ممكن يتاح ليه فرصه ان هو يسجل او يسدد او يصنع اي فرصه. دي لقطه. خش على اللقطه اللي ثانيه اللي بعدها برضو لرضا سليم. شوف الموقف واحد على واحد، كان هيروح انفراد بالمرمى، ولكن باهر محمدي ما كانش عنده اي حل تاني غير ان هو يعرقل رضا سليم وياخد اول انذار لباهر محمدي. روح للحاله اللي بعدها اللي برضه باهر المحمدي، تمام. هي هتكمل بعد الحته دي. كمل اتفضل اتفضل. شوف الشناوي القرار بتاع امام عاشور وفكرته ان هو رايح للمدافع برضه عشان يرقصه، وشوف المساحه اللي كانت هتبقى مفتوحه والفرصه العظيمه اللي كانت هتتاح لرضا سليم. فده كان الحل الوحيد عند لاعبي المصري ان هم يوقفوا خطوره وحركيه وشراسه لعيبه النادي الاهلي والشجاعه بتاع لعيبه النادي الاهلي ان هم يروحوا للمدافع المصري عشان يرقصوا. الشجاعه دي ما كانتش موجوده في سنين كتير، كانت موجوده في النادي الاهلي، كان عندك جناحات كانت بتخشى او تخاف ان هي تروح ترقص واحد على واحد، فكنا بنعاني بعض الشيء خاصه قصاد الفرق اللي بتبقى متكتله دفاعيا. وانت عارف طبعا يا محمد ان اغلب او 80% من فرق الدوري المصري والقاره بتيجي بتبقى قدام النادي متكتله. الاهلي بتدافع. اكيد اكيد. طيب عايز اتكلم معاك برضه على نقطه تانية، دور ومركز امام عاشور في وسط الملعب وتحركات رضا سليم. هل رضا عنده مرونه يقدر يلعب في الطرف الايمن والطرف الايسر؟ مركز امام برضه في وسط الملعب، مركز 8 ممكن يؤدي مركز 6، يعني انت شفت ايه من خلال تحركات الاثنين امبارح؟ يمكن نبدا الكلام برضا سليم الاول، عشان امام عندي ليه قصه كده لوحدها هنتكلم عليها لوحدها توضح قد ايه ان احنا كسبنا لاعب عظيم جدا جدا. هو رضا سليم هو في الاساس كان مع فريقه في المغرب كان بيلعب ناحيه اليمين، جناح حاضر الخط، يعني رجله القويه خارج الملعب، بمعنى مظبوط ان هو عنده الفرصه الوحيده ان هو يصنع فرصه سواء من خلال العرضيات او ان هو يخش منطقه ال 18 ويعمل نوع من العرضيات اللي هو الكات باك، بحيث يلعبها للورا اللي يقدمونها من الخلف. دي يمكن كان الاسلوب اللي لعب بيه رضا سليم خلال الفترات اللي فاتت كلها مع الجيش، ولكن النهارده او السنه دي مع النادي الاهلي اول ماتش ليه في الدوري المصري بيتغير المركز بتاعه، وشفنا ان رجله القويه بقت جوه الملعب وبقى عنده فرصه ان هو يسجل. وبالفعل ان رضا سليم يسجل في اول ماتش ليه في الدوري ده باختلاف التوظيف، هو جيد في الحالتين سواء بيلعب ناحيه اليمين سواء بيلعب ناحيه الشمال، هو عنده امكانيات كويسه جدا، محتاج
وقت اكتر ومحتاج ان هو يشارك. بالظبط. اما بخصوص امام عاشور، هدف رضا سليم بالظبط، معانا اهو. ده أرى هدف رضا سليم بيوضح قد ايه ان هو عنده قدره كبيره جدا على التسديد. ولاحظ كمان يا محمد ان هو شاط برجله الشمال في الاول، بعدين امام عدلها بحرفيه شديده وشاط برجله اليمين بمنتهى القوه. ده دليل قاطع ان رضا سليم مسدد بارع جيد جدا. بس خد بالك هو كمان اعتقد بيسدد في زاويه، يعني هو مش بيسدد وخلاص، ده براكم في حته. بالقوه بالقوه. يعني هو صعب جدا على فكره ان انت بالبلدي كده ان انت تشوط الكوره بوش رجلك وتروح وتطوعك في الارض، لان اغلب الكور دي لما بتيجي تلبس في الوش كده بتروح طبعا في السماء، ويمكن أكيد. بتشوف الحاجات دي. طب إمام، ننتقل لقصه امام، عشان امام انا هتكلم عنه في جزء يخص شخصيته ثم جزء يخص القيمه الفنيه اللي عند امام عاشور. امام عاشور الفتره اللي فاتت كان حديث الساعه، كان طالع عنه اشاعه ان هو تشاجر مع محمد الشناوي، وبعض الاقاويل كان بيقولوا ان هو كان سهران، فكان اللاعب مستهدف بعض الشيء، واللاعب لو كان شخصيته ضعيفه كان خرج بره الملعب يا محمد. ولكن شوف اداء امام عاشور في الماتش المصري، بيقول لك ان ده لاعب مركز في الملعب بس، مش مركز في اي حاجه تاني غير ان هو يسمع تعليمات المدير الفني ويطلع. النهارده امام بيعمل اسيستين ومقدم ماتش تكتيكي ممتاز. انا معايا حاله فنيه يا ريت نعرضها بالصور يا محمد، هتوضح قد ايه يلا احنا بينا. عندنا لاعب بقوه امام عاشور، لاعب قوي تكتيكيا جدا على مستوى الوعي وعلى مستوى حاجات تانية موجوده هنعرضها من خلال الصور. طيب الصور جاهزه معانا، يلا نبدا اول صوره. اتفضل يا شناوي. اول صوره، الصوره دي يا محمد بعد هدف بيرسي تاو والاسيست العظيم اللي عمله امام عاشور ب 50 ثانيه بالظبط. الاهلي كان في حاله دفاعيه، امام عاشور شايف اللاعب اللي هو على قوس الدايره معاه الكوره، وامام حس ان هو يلعبها في ظهره، فقرر ان هو ياخد خطوتين ونخش على الفريم اللي بعده. هتلاقي امام متمركز، تمام. هتلاقي امام متمركز عشان يقدر ان هو يمنع الباصه ان هي تروح للحد في ظهره، عشان ما يستغلش المساحه اللي ما بين الخطوط، ولكن يجبر المنافس ان هو يروح بالكوره على الطرف، ثم امام ينزل للعمق عشان يقفل العمق كدور اساسي منه كمركز 8. ثم بعد كده، ودي الحته المهمه جدا بالنسبه لي، ان امام بمجرد ما بيرسي تاو خد الكوره وجري على الطرف، امام ضرب سبرنت بمنتهى السرعه وبمنتهى القوه عشان يوفر نفسه كخيار تمرير ويقدم السبورت والدعم لبيرسي تاو، قدامنا. واستلم الكوره فعلا ما بين 4 لعيبه، اكيد. وقدر ان هو يسدد تسديده قويه جدا. تمام. طيب باقي الصور برضو بتتكلم على تحرك امام لغايه قدام، لغايه لما يكمل مع بيرسي تاو يا شناوي. بالظبط. تمام. طيب عندك اي اضافه اخيره؟ لا، هو ما عنديش اي اضافه. كنت حابب اتكلم على الهدف الرابع بتاع كريم فؤاد، والهدف الثاني برضو بتاع بيرسي تاو. كنا اتكلمنا في بدايه اللقاء يا محمد ان احنا شفنا الاداء الفردي والقوه والمهاره، ولكن برضو كان في لمحه جماعيه من لاعبي النادي الاهلي في الهدف الرابع اللي هو هدف كريم فؤاد باسيست طبعا احمد عبد القادر بالكعب. الهدف ده كان فيه 14 تمريره متتاليه شارك فيها 10 لعيبه من فريق النادي الاهلي. ده حاله بتنم وبتوضح ان فريق النادي الاهلي شغال جماعيا، عنده لمحات جماعيا، على الهوا ولكن معانا اهي. تمام تمام يا حمد. تمام جدا. تمام. انا بشكرك جدا على كم المجهود والتحليل الرقمي، وكمان على السكاوتنج اللي عملته بخصوص تحركات امام ورضا، ونتمنى التوفيق يا رب للاهلي خلال الفتره الجايه. حماده الشناوي محلل اداء، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل المتعلقه بمباراه المصري. ده الجانب التحليلي الخاص ب مباراة الأهلي والمصري، وفي جوانب اتكلم عليها الشناوي في مسألة تحركات رضا وتحركات إمام والشغل الجماعي اللي تم بين خلال اللاعبين في الملعب، لأن النهاية الأرقام دي أو النتائج دي مش نتائج فردية، ده أداء عمل جماعي لجهاز فني مع اللاعبين في ظل وقت ضيق جدا ما بين لقاء اتحاد العاصمة مع لقاء المصري. طيب ده ماتش اتحاد العاصمة وماتش المصري. عندنا موقعة تانية وعندنا بطولة جديدة، دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد اللي جاي، ماتش الذهاب مع سان جورج الاثيوبي. ده لقاء الذهاب هيتلعب في استاد القاهره، لان ملعب سان جورج غير معتمد، فبالتالي تم الاتفاق مع الاهلي ان لقاء الذهاب يتلعب في القاهره، ولقاء العوده هيكون ان شاء الله يوم الجمعه اللي بعدها على طول يوم 29/9. ولكن الفريق بيستعد ازاي النهارده على